خياله ده بكام؟ ب20 جنيه. ابشع حاجه انا استخدمتها في حياتي حرفيا، مستحيل اجيبها تاني. ب5 جنيه عشفين وبخمسه بلدي. عموم بجد روعه. جيب بيبسي واحدة ديو، يبقى اطعم بكتير وطعمه اقوى بكتير. اسلم ايدي والله. الاسرياء اصحاب الاملاك دلوقتي، بس هم اللي بيجيبوا الكابوتشا. النهارده بقى هعمل اسرع اكله في الوجود، وهي نزلت بقى جبت شويه حاجات كده من كارفور. تعالوا مفرجكم انا جبت ايه. اول حاجه جبتها وهو زيت الزيتون. بصوا انا مش من الناس اللي بتطبخ قوي يعني بزيت الزيتون، ومركزه يعني في الحاجات الصحيه وكده، بس لازم لازم بحطه على السلطه، اصلا بحب طعمه يعني. فجبت بقى الازازه الكبيره دي، وجبت كمان البرطمان ده. تخيلوا ده بكام؟ ب20 جنيه. انا اصلا ما كنتش مصدقه ان هو عليه اوفر حلو قوي كده، اللي هو الهاليبينو. بصوا انا يعني كل ما اجيب فلفل يضرب، يعني كل ما اجيبه احطه في الثلاجه بستخدمه قليل خالص، فقلت بقى لما اجيب ده اجربه. اعتقد هيقعد فتره اطول عشان محطوط يعني في ميه حافظه وكده. وجبت كمان الرومي المدخن ده، بحبه قوي. اوقات ببقى عايزه اغير كده في الفطار، مش عايزه افطر مثلا فول وطعميه او مثلا بطاطس وجبنه وكده، فده بقى بيبقى حلو قوي قوي لما بحطه كده على كابوتشا مثلا، على شريحه جبنه شيدر، بيبقى حلو قوي قوي يعني. بقى حاجه كمان عايزه اقول لكم عليها، دي مهمه جدا جدا. انا برضو مش بركز قوي في الاكل الصحي ونوعيه الاكل الصحي وكده، بس في الجبن تحديدا يعني بقيت ادور اكتر على الجبن اللي هي خاليه من الزيوت النباتيه. هتلاقوا مكتوب عليها كده خاليه من الزيوت النباتيه، يعني عايزاكم اصلا تقراوا عن اضرار الزيوت اللي هي النباتيه دي. فبلس بقى انه الجبنه دي اللي هي دي من ضمتي، دي اللي هي بطعم الزيتون، ودي كمان دي اللي هي ملح خفيف. لو انتوا بتحبوا الملح الخفيف بصوا هتدمنوها. دي برضو اهي خاليه من الزيوت النباتيه. دول بقى بلس ان هم حلوين، وجبن خاليه من الزيوت النباتيه طعمهم بجد روعه، لازم تجربوهم، حلوين قوي. لو بتحبوا الحاجات الحادقه شويه هاتوا اللي هي جبنه بطعم الزيتون، ولو بتحبوا ملح خفيف زي كده، انا بحب الاثنين بصراحه، بس لو بتحبوا الملح الخفيف دي هتعجبكم جدا جدا. وكمان جبت البرطمان ده بتاع الثوم المهروس. معرفش فجأة مش لاقي اي ثوم في اي حتة، انا عادة بجيبه وبهرسه في البيت وبخزنه كده في الفريزر، بس مش لاقيه بقالي فترة. ثوم كده حلو اللي هو مش الصيني، اللي هو البلدي ده بيبقى اطعم بكتير وطعمه اقوى بكتير. فجبت اللي هو المعلب ده، جربته قبل كده كنت طالعة مصيف كده وكنت عايزة ثوم ما كنتش لاقيه طبعا، فجبته فعجبتني الفكره. من وقتها بقى تقريبا بقيت استسهل او ايه مش عارفه، بس جبت اللي هو الثوم المهروس ده. وبما اننا داخلين على الشتا بقى والتكتكه وكده، جبت سحلب استعدادا للشتا. يا جماعه انا خلاص مستعده للشتا، يلا بقى كفايه حر وفرهده وتلزيق كده. انا بحب كل ايام ربنا وكل حاجه، بس برده الشتا ليه طعم مختلف. فجبت السحلب ده اجربه. انا كنت جربت اللي هو بتاع ابو عوف، بس عايزه اقول لكم كان حرفيا طعمه لبن نيدو، يعني ما كنتش حاسه كده بطعم السحلب الاصيل. فلو تعرفوا نوع حلو قولوا لي، انا لسه هجرب بتاع حاج عرفه ده. جبت كمان البلح اللي هو باللوز ده، وعايزه اقول لكم اصلا وانا هناك في كارفور رحت قعدت اكل، ما اعرفش ليه كده نفسي جايبين ان انا اكل بلح باللوز، ومش عايز فتح لي، انا كنت فاتحاه على فكره. بصوا لو انتوا زي كده ما بتعرفوش تاكلوا البلح وهو مسكر قوي بيوجع سنانكم او حاجه، او مش بتعرفوا يعني تاكلوا السكريات قوي، هاتوا البلح اللي هو باللوز ده، تحفه جميل، تحسوه كده سويت اند ساور. معلش بس قبل ما نشيله ناخد واحده كمان. جبت كمان شويه خضار، بصوا مش خضار قوي يعني، هو طماطم وخيار، لاني مش عارفه ليه كل ما اجيب من عند الخضر اللي هنا يدبل مني بسرعه في الثلاجه، فقلت خلاص خلينا اجيب من كارفور وكده عشان محتاجه قوطه وخيار. وجبت اللي مصر كلها دلوقتي بتتخانق عليها، كابوتشا. بصراحه بحبها قوي. بصوا هي ب25 جنيه، اي نعم هي برضو مش تقيله كده ومش محشيه زي الكابوتشا اللي احنا متعودين عليها، بس تمام يعني تقضي الغرض. انا كده ولا كده باخد منها حته وبكمل بيها السلطه، مش بستخدمها كلها كده على بعضيها. كنت جايباها من سعودي ب30 جنيه، وحرفيا كانت ربع دي اللي هو كان ورقتين حرفيا فيها. واخر حاجه بقى جبت اللي هي الباكت بتاعه المناديل دي، مش لاقي حرفيا حجم اصغر من كده، يعني انا بحب ابعت مع زوزو كده وهي رايحه المدرسه، واحب برده احط في شنطتي باكت تكون صغيره، بس ما لقيتش غير دي، قلت بقى مش مشكله. وعايزه اقول لكم الفود بتاعت صوفي مش لاقي غير اللي هي بالمسك، واللي بالمسك دي ابشع حاجه انا استخدمتها في حياتي حرفيا، مستحيل اجيبها تاني. لقيت الستاند كله بتاع صوفي هي اللي هي بالمسك دي، فطبعا ما جبتهاش، جبت اللي هي بتاعت مولبت
كنت مجربه قبل كده اتنين منها كانت لطيفه يعني، فقلت لما اجيب دي كمان. وجبت بقى بصوا اكتر حاجه كيوت بجد في الفيديو ده، انا ده كنت جايباه لزوزو عشان بحب برده ابعت معاه مناديل ووايبس كمان وهي رايحه المدرسه، احتاجته بقى تمسح حاجه تعمل حاجه. المهم لقيت الوايبس دي وبصوا حرفيا حجمها قد ايه، يعني اصلا كنت جايباها لزوزو طبعا جبت لنفسي واحده. انا بحب الحاجات الكيوت دي قوي، مش تاخد مكان طبعا في الشنطه ولا وزن ولا اي حاجه، حلوه قوي دي برده من وايت. يلا بقى نغير ونعمل الاكل. النهارده بقى هعمل اسرع اكله في الوجود وهي السجق، عشان انا وليد نفسي ناكل قوي سجق، بس طبعا عايزين ناكل سبايسي، فالعيال بعتنا جبنا لهم ميك، وانا بقى هعمل دلوقتي السجق سريعا. هبعته دلوقتي بقى يجيب كل انواع العيش عشان هو بيحب البلدي وانا بحب الفينو، ونجيب كمان بيبسي وحاجات كده. يلا بينا طيب ندخل في الموضوع. تجيب 5 جنيه عيش فينو وبخمسه بلدي، وتجيب بيبسي واحده ديو، وتاخد زباله وانت نازل. لا استنى لو افتكرت حاجه هقول لك. ماشي هات طرشي مخلل، هات مخلل. اهم حاجه بقى في الاكله كلها انا ماليش فيه قوي، بس لا يعني كبده وسجق يبقى لازم فلفل حار، بصل وفلفل قشرته وغسلته، وهضيف على السجق طماطم بس مش دلوقتي، يعني السجق يتحط الاول. هقطع البصل على طول، طاسة على النار بقى، واحط فيها معلقه زيت في السجق، يا دوب معلقه بس صغيره لان هو اصلا بينزل دهون، يعني في حاجه بسيطه خالص. هقطع بقى السجق كده صغير، حط البصل بقى نص الكميه هنا ونص الكميه هنا. قطعت الكبده، تعالوا نتبلها. كم فص ثوم، شويه كزبره ناشفه، معلقه كمون، نقلبهم في بعض ونسيبهم شويه على جنب. قبل بقى ما البصل يدبل هقطع الفلفل، نحط الفلفل، هنزل بقى بالكبده. اقطع الطماطم لحد ما السجق يستوي، انا هضيف طماطم على السجق مش على الكبده كمان. لما السجق يدخل في السوا هضيف عليه كام فص ثوم كده عشان انا بحب الثوم قوي في الاكل، مين زي. حط فص كمان يلا بالمره. حط بقى الطماطم على السجق. بعد ما شوحت كده الثوم وابتدى ان هو يدخل في السوا، حط بقى الفلفل الحار نص هنا ونص هنا، ورشة قرفة برضو. هغطي بقى قبل ما السجق يستوي. الكبدة استوت، الكبدة اصلا بتستوي على طول، لسه السجق. وانا جعت، جعت قوي بصراحة. وبعدين عملت كده بقى الاريا دي كلها حرقاني اصلا، وليد ده الكبده بيقول لي سبايسي جدا، فربنا يستر. نفتح العيش لحد ما السجق يستوي، نعمل اي حاجه. شط ملح، طب انا هدوق يمكن استوى ولا حاجه. ناقص له سنه بس، ايه ده حرق قوي. سنه، طلع المخلل لحد ما السجق يستوي. زيتون عشان انا بحب الزيتون. قطع خيارتين في حاله انه الاكل كان سبايسي قوي ومعرفت شكله. نرص الخيار طيب لحد ما السجق يستوي. تحيا مصر، السجق استوي. يلا بينا. هتبتدي بايه؟ كرة عين يا ستي. انا ايه؟ اي حاجة وخلاص. طبعا انت عارفة بتعملي سندوتش تاني. اكيد بص. بيعوز ياكله كده كده ولا؟ ايوه صح كده. احشيه احشيه. لا انا خد بالك بتوصل الحاجات دي. هتتوصل
تبتدي ارفع الكبده. ايوه حطيه. مش انا حطيت؟ حطيت. انت بتساليهم؟ ايوه. هتاكلي معاه كبده؟ بفكر اضرب لي واحد كبده. انا عيني على السجق بصراحه. قرر ان هو يساعدني. قال يعني انا بسالك عشان عايز ياكل. بالظبط. انا عارفه. انا عارفه اساسا. سيبك بقى شويه دول تحطيه بيت الفينو. اللي بياكل الفينو دول فرافير. انا فرفور. هو اللي بياكل عيش بلدي ده. سلام بقى الفينو يشرب كده. يشرب الصوص حبيبي. سلام عليا ست بيت شاطره. سندوتشات كبده وسجق. تسلم ايدي والله. والله تسلم ايدي.